والتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستديو المتخصص وصاحب شركة متخصصة بالكهرباء الأستاذ منصور شبيبي. أستاذ منصور مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. يعني خلنا نقول ما هي عواقب إذا جاء الشتاء ولم أعمل صيانة لأجهزة الكهرباء؟ شوف أول شيء أنت لابد تعرف أنك عندك نقاط كثيرة. أول نقطة أنت وش بتحتاج في الشتاء؟ الشتاء دائما نستعين بالسخانات ونستعين بالدفايات وهاي كلها تشكل خطورة. ليه؟ لأن السخانات تصير مهملة كل الصيف. أغلب الناس إن لم يكن كلهم ما يستخدموا السخانة في الصيف. ليش؟ الموية حارة جايتك فيهملون الصيانة لها، يهملون فحصها، وهذه هي اللي ممكن تشكل كارثة إذا جاي يشغلها في فصل الشتاء. وش ممكن كارثة؟ أول شيء الكارثة أنها ممكن تكون فيها التماس أو حصل فيها تآكل للعازل بسبب المياه والأملاح اللي مخزنة في الأسطوانة السخانة، يتآكل يختفي العازل يوصل الكهرباء مع الموية، تصير أي استخدام للموية اعرف أنه راح يوصل الكهرباء. في حال توصل الكهرباء لك اعرف أنه بشكل خطر عليك أنت أو خطر على أي شخص تحت المويه. يعني ممكن يتكهرب وهو تحت المويه؟ نعم، والقصص كثير جدا سواء هنا او خارجيا. نشوف كثير من الناس تسبب بصاق كهربائي بسبب اهمالهم للسخان واهمالهم الفحصه، واللي اذا المشكله في نفس الجهاز احيانا. نعم. واحيانا في التوصيله. نعم، هذا ما يخص غالبا السخانات. نعم. المشكله تكون في اهمال صيانتها. اما ما يخص الدفايات، لا، الدفايات عاد تدخل في نطاق اخر، إما يكون حملها عالي أو إما تكون موصلة على توصيلات أو توصيل خاطئ أو الفيش ردي أو أشياء كثيرة الدفايات، لذلك خطورتها كبيرة. أحيانا الدفايات ممكن تسبب لك حريق لا قدر الله، توصيلك سليم، كل شيء فيها سليم، لكن لأنها قريبة من مصدر السريع الاشتعال مثل موكيت أو قطعة كنب أو غيرها، فهذه ممكن مع الحرارة الزايدة ممكن تسبب حريق للمكان كامل. فلذلك في نصائح كثيرة بأنك تبعدها عن أي مصدر سريع اشتعال. يعني المصور البعض في الشتاء مع جو الدفاية الزين والبرودة يشغل الدفاية وينام. هذه من أكثر المشاكل. ليه؟ لأنك لو لا قدر الله حصل شيء في الدفاية أنت ما راح تشعر فيه، ما راح أشعر. ولو لا قدر الله طلع الدخان في البداية، طبعا دائما يطلع لك دخان قبل الحريق كإشعار، فأنت بتكون نايم ممكن يكتمك الدخان تموت. سواء كانت دفاية غاز ولا كهرباء، بكل الأنواع، متى ما أنك حرصت على أنك تمددها بشكل صحيح وتكون حولها لا تنام وهي شغال. أبدا لا تنام وهي شغال. نعم، لا أنت ولا عيالك. حتى في ناس من كثير من الناس يقول أنا أبغى غرفة العيال تدفى. نعم. بشغلها وبخليها وينسون العيال يطفونها ممكن تسبب عليهم مشاكل كثير. هل تجد الآن أن بيئة الكهربائي السعودي أصبحت جاهزة بحيث أنه الشخص يدخل بدون أي مشاكل؟ نتكلم عن مشاكل الاحتكار الأجنبي للكهرباء، هل الآن البيئة جاهزة؟ شوف الحمد لله المجتمع السعودي أصبح يثق في ابن البلد بشكل كبير، والمجالات صارت كثيرة جدا، والشاب السعودي أصبح شخص قادر على أنه يقدم العمل هذا بأعلى جودة. فأنا أشوف أنه مفتوح المجال، والشباب كثير جدا موجودين بالسوق يقدمون هذه الأعمال، وما شاء الله متميزين جدا في مجالهم. لما تلتفت عندك مطر الزهراني، عندك محمد المورقي، عندك ماجد الحربي، عندك بدر الحربي، عندك عبد الرحمن الغزوان، أسماء كثير لما تلتفت تحصلهم شباب سعوديين عندهم طاقم عمالة، وبعضهم ما عنده عمال، بعضهم هو اللي يشتغل بنفسه. كل هؤلاء قاعدين يعملون لأجل أن يتقنون المهنة. يعني الآن لو جاء المستهلك وشاف أربعة مثلا واقفين بينهم السعودي بيختار السعودي؟ والله وصلنا الثقافة هذه أنا أسأل. نعم نعم نعم، لدرجة أنه كثير من الناس يتواصلون معنا أننا نبغى السعودي، نبغى السعودي. معناته أنه الآن هذه تعتبر وظيفة جاهزة فعلا. لكن وين الإشكالية؟ الإشكالية انه ممكن العدد قليل او ما زال عماله يحاول انه يقدم سعر اقل او يتواجد في الاماكن اللي يبحثون عنها الناس. لكن السعودي بالعكس، ممكن تبحث في اي وسيله تواصل اجتماعي تحصل سعوديين جاهزين ويقدمون الخدمه افضل من اللي تتوقعها وبضمانات وبكل حاجه، غير الاجنبي اللي ممكن يقدمها ويروح والعد يرجع لك، فهنا يفرق معك. طيب
كذا الواحد بيسأل كيف ممكن أوصل للسعودي؟ اللي نشوفهم في الأسواق أغلبهم أجانب. زي ما قلت لك أنا أدخل أكتب بس كهربائي في ليه تويتر. ما يكون لكم تطبيق مثلا أو للسعوديين تطبيق؟ في تطبيقات الآن خاصة بالصيانة بس إنك ما يعني قصدك للسعودي محتكر أي ما أدري عاد هذه ممكن تكون في المستقبل ما طيب أدري. يعني إنه بالنسبة للبيئة تعتبر جاهزة الآن للي نعم. يبغى يشتغل نعم. نجي للعائد المادي، هل إنه العمل هذا ممكن يكون لك راتب شهري بحيث أنه تبني أسرة وأطفال ومستقبلك عليه؟ نعم، في حال لأنه هو مرتبط بمشاريع، في حال أنك عملت بشكل صحيح بتجيك عقود المشاريع، بتشتغل مع المشاريع، بتشوف أن في دخل كبير عليك. هنا برضو الناس يدورون على العائد المادي، هل هو كم ممكن متوسط يعني عائد المادي للكهربائي السعودي متى ما كان أخذ مثلا خبرة في المكان وبدأ بالفعل؟ هو يعتمد على المشروع، يعتمد على العقود. ففي حالة أن هسه مثلا البيت ب 30,000 ريال في السنة كأعمال كهرباء لتمديداتها، عندك ما راح هو يستلم بيت واحد، ممكن يستلم 5-7 على حسب قدرته وعلى حسب الطاقم اللي معاه أو الفريق اللي معاه. في هذه الحالة أنت لما تحسبها وتقسمها هو راح يجيه دخل كويس. وغير هذه كله العمل مش بس على التمديد، عندك العمل على المخططات، عمل توريد المواد، بيع وشراء بعض المواد الكهربائية أيضا، هذه الشغلات راح تدخل عليك. ممكن. أنا ما أقدر أعطيك رقم لكنها رقم مجدي أنك تقدر تعمل في المجال.